بيعبروا، وحتلاقي فيها الضرب، وحتلاقي فيها غرس العلم، وحتلاقي في ضجيج بليغ وهو بيقول بسم الله الله أكبر. يعني صورة شعرية جميلة جدا، لما حتى من غير صورة مرئية ممكن الواحد بعد ما يسمع الأغنية دي حنيا أنت تستطيع أن تتخيل المعركة بأكمل. وأنا دائما أتمنى أن الغنوة دي يعملوا عليها فيلم تسجيل الأكتوبر كاملا، لأن فيها كل حاجة. فيعني بصراحة ده يعكس لك قد إيه كان بليغ حمدي مخلص لهذا الوطن ومحب ليه وراغب في انتصاره، وانه من الناس اللي حاربت في اكتوبر فعلا بهذا اللحن على الاقل. لو قلنا الاغنية دي بسم الله الله اكبر، حضرتك لما بتسمعها شعورك الحقيقي ابن البلد ايه؟ والله هو انا زي ما قلت لحضرتك، يعني كان يدوبك اسمع راديو القاهرة وانا في انجلترا، لان اثناء الحرب انا ما كنتش موجود في مصر، فكانت تأتيني هذه الغنوة، فحست دايما انها رسالة من بليغ حمدي، وانه بيفتن لي وبيقول لي اهو احنا انتصرنا. لان انا كنت ساعات اكتب في الكلام بتاعي مؤكد جدا ان انا هننتصر، يعني اقول والله بكرة يا عم ابو ريا لحنضحك واحنا ماشيين سوية على المينا ولا عند الزيتية، وحتاخد بنتك وابنك ومراتك وتعدي على نفس المعدية وتقول يا دنيا والله وصدقتي. يعني كنت عارف وكنت شايف وموقن من ان هذه اللحظة قادمة. والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، أبو الغناوي المجروحين، أبو الغناوي المجروحين، يقدر ينسيها الصباح أبو شمس بترش الحنين. أبداً أبداً بلدنا للنهار بتحب موال النهار، أبداً بلدنا للنهار بتحب موال النهار. لما يعدي في الدروب ويغني قدام كل دار. والليل يلف ورا السوائي زي ما يلف الزمان، وعلى النغم وعلى النغم تحلم بلدنا بالسنابل والكزان، تحلم ببكرة واللي حيجيبه معاه.
الضلمة وبتسمع نداء تصحى له من قبل الأذان تروح تقابله في الغيطان في المتاجر والمصانع والمدارس والصحات في المتاجر والمصانع والمدارس والصحات طلع الصح بصفوف جنود طلع الرجال أطفال بنات طلع الصح بصفوف جنود طلع الرجال أطفال بنات كل الدروب واخدى بلدنا للنهار واحنا بلدنا للنهار بتحب موال النهار احنا بلدنا للنهار بتحب موال النهار لما يعدي في الدروب ويغني قدام كل دار فدايما كنت حاسس ان كان بدي حمدي في هذا اللحن بيقول لي حصل اللي كله بنقول عليه والحمد لله حصل وبرضه احنا ما ننساش الحان الراحل البليغ حمدي وان شاء الله باذن الله مزيد من الاعمال الجميله وعايزين نسمع مطلع هذه الاغنيه حتى لو الكوبليه الاولاني بصوتك يعني كل اللي اقدر اقوله لك اللي هو بسم الله الله اكبر بسم الله
ومع آخر لقائي مع الراحل الخال عبد الرحمن الأبنودي يمكن سألت سؤال عشان ختام كلمات لمصر ورؤية مستقبلية لمصر وشباب مصر، وكلمات جميلة جدا لما سمعتها ودلوقتي بقى بعيدها تاني مع السادة المستمعين. بحس ان الراحل عبد الرحمن الأبنودي كان ليه رؤية، كان شايف المستقبل بطريقة جميلة جدا. نسمع الكلمات الأخيرة وآخر كلمات الراحل عبد الرحمن الأبنودي عن النصر لمصر ومستقبل شباب مصر مع الراحل عبد الرحمن الأبنودي. أقول لها يا مصر، لولا أنك تستحقي هذا النصر ما كان النصر ولا كنت مصر، لأنك يا مصر أم النصر، ولأن النصر هيفضل طول عمره خادم لعيون مصر في قلب ظلمات النكسة وفي حر معاناة الاستنزاف. عمري ما فقدت إيماني بأنك هتحققي اللي حققتيه، وأنه هتيجي اللحظة اللي هتنتقمي فيها لطارق القديم. ويمكن كل الأغنيات اللي أنا عملتها في ظلام النكسة، زي مثلا يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، كنت دايما أقول مثلا والله بكرة يا عم بريا لا حتضحك وإحنا ماشيين سوية علمينا ولا عند الزيتية، وحتاخد بنتك وابنك ومراتك وتعدي على نفس المعدية وتقول يا دنيا والله وصدقتي. ويمكن برضو أغنية موال النهار اللي في قلب العتمة، كنت بقول أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار لما يعدي في الضروب ويغني قدام كل ظهر. لم أفقد إيماني بك ولا بإنسانك المصري البسيط ولا بأملك ورغبتك وتطلعك للحياة المقبلة، ولا يمكن إحنا نعيش أمة مكسورة وإحنا قادة هذه المنطقة العربية وعلينا مسؤولية مكبلة رقابينا وإيدينا، ولازم نكون القدوة، وكنت القدوة يا مصر وحققت المعجزة ورجعت لك سينا. وأظن ده يعني من أبسط اللي مفروض أن يمنحه إليك الزمن، لأنك أمة مكافحة مجهدة لا تنام على حق. وفي أعياد النصر كلمة حضرتك. والله يعني لولا الحرب ما كان السلام، ودائما احنا كنا نقول ما اخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، واظننا حققنا هذا وعدنا هذا وعدنا هذه الارض لاحضان مصر مرة اخرى، وده اللي اتى بالسلام وده اللي اتى بالخير. يمكن نظرة حضرتك المستقبلية في شبابنا شباب اكتوبر في مصر، أي إنسان مصري بأي شيء أكثر من أن يخاف على هذه الأمة. إذا خاف على هذه الأمة خاف على أمه، على أخته، على أولاده، على لقمة عيشه، على المدرسة اللي بتعلم فيها ابنه، على 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 سوف يتحقق معنا الانتماء اللي احنا بنصرخ كتير وبندور عليه وبيهرب من ايدينا في لحظات. نقول الانتماء موجود والخوف على مصر موجود، لكن يعني بقليل من الإحساس بما يحدث على أرض مصر سوف يتحقق الانتماء مرة أخرى. من صباح النصر في أعياد النصر بنقول لحضرتك صباح النصر لمصر وفي أعياد أكتوبر. كل سنة وانتوا طيبين ومصر بخير.